بالإضافة إلى خبراتنا الهائلة في جراحات الأنف التجميلية والوظيفية، عندنا كمان بفضل الله خبرات هائلة في جراحات شد الوجه وعمليات الأجفان. جراحات شد الوجه مثل ما كنتم شايفين نتائج ما بين قبل وبعد من سويع على أفضل وأحدث الطرق العالمية، هي عبارة عن شد الوجه مع العضلات، يعني من شد عضلات الخدود، عضلات منطقة الذقن وعضلات الرقبة حتى نوصل للنتائج الباهرة اللي شايفينها، تحسوا الشخص كأنه رجع 20 سنة ما بين قبل وبعد. شوفوا ليش التحسن حصل برقبته ما بين الرقبة عنده ما بين قبل وما بين بعد، يعني تحسن هائل، تحسن صراحة خيالي. بعملياتنا اللي هي دائما تتضمن شد الوجه وشد الرقبة مع شد العضلات، عشان هيك عم نحصل على النتائج الباهرة اللي شايفينها. هي كلها بتصير تحت التخدير الموضعي مع المهدئ، وعمليات بالعادة يعني حوالي تقريبا ساعتين لثلاثة. لاحظوا شوف الفرق ما بين هون وما بين هون كمان. معكم الدكتور بشار بزري من مراكزنا في لندن ودبي.